مشاهدي متابعي قناة السفاح الرياضي، أحييكم من ملعب الزعيم الرياضي حيث افتتاح بطولة الجيل الذهبي للرواد التي ينظمها الكابتن صالح الملكي وحسين شلاقة، حيث يلتقي رواد الوارث يواجه قرية عشرة بقيادة سعد وادي. قناة السفاح الرياضية تتواجد لتغطية هذا الافتتاح الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم، اليوم إن شاء الله افتتاح بطولة الرواد، بطولة الجيل الذهبي النسخة الثالثة بين رواد جمع الوارث القادم من مدينة الصدر ورواد قرية عشرة رواد الكابتن سعد وادي. إن شاء الله هاي البطولة النسخة الثالثة على ملعب الزعيم، وإحنا يعني صراحة الرواد دائما نحب نعتني بهم لأن هي نتعلم من عندهم هواي أمور. إن شاء الله كابتن النسخة الثالثة، وإن شاء الله راح نشوف المباراة شلون تليق بسمعة الفريقين. حبيبي كابتن. على بعض لاعبين دار شفهي من الشمري للاعبي الفريقين.
جول حميد جول. من نسيم شاكر لاعب نادي المدان السابق ولاعب شباب قرية حسن جمعة سيان ابو علوش جول حلوة شاكر بيل بيل حميدة 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 يكمل نسيم شاكر نسيم العمل حسن جمعة نصير لازم حيدة للأمام خطر جول عدنان جول الله هيدر لازم جول الله حلو تسديد جاسم رايد خطا على جاسم رايد البديل خط حيدر جول حيدر الله يا احمد ناجي الاستاذ الراح الكابتن نهادي النعيمي المحلل الدائم لقناتي سبورت والسفاح سابقا الان يصل الى ارضيه الملعب فاهلا وسهلا ويصبر الكابتن هامش ما نهاية الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1-1 أعزائي مشاهدي قناة نهاد السفاح الرياضي والآن نأخذ توقعات الكبار خلال الشوط الأول والثاني السلام عليكم كابتن رأيتم الشوط الأول إيجابي توقعك للشوط الثاني والله فريق الورث يلعب مرتب يوصل للجول ويعني فرص مالته تقريبا الهدارة نتيجة يفوز الورث الشوط الثاني الشوط الثاني جميل ان شاء الله الجماعه ان شاء الله تهولين الوارث الشوط الثاني رايك ان شاء الله جماعه هنا قريه 10 قريه 10 اكيد ان شاء الله كابتننا الكبير الحاج فخري رايك الشوط الاول انتهى ايجابي الشوط الثاني الشوط الاول انتهى مجمله كان فريق الوارث الاغلبيه يمكن فرصه عدة صار من الجول ولكن ضاع عده فرص يعني اذا بقى على الوضعيه الفريق الوارث هو يفوز يعني الوارث يفوز ابو مهند الماجدي رايك في الشوط الثاني الشوط الاول ايجابي الفريق ادى بصوره صحيحه المباراه كانت متكافئه في الشوط الاول اتوقع الشوط الثاني الفريق الوارث يتميز الوارث كابتننا الغالي السلام عليكم الشوط الاول انتهى ايجابي رايك في الشوط الثاني 3-2 للوارث كابتننا الغالي السلام عليكم الشوط الاول ايجابي الثاني اذا بقى فريق قريه 10 على هاي الركاكه الدفاعيه يفوزون فريق الوارث 3-1 الغوالي هسه نرجع لكم الشوط الاول انتهى ايجابي 1-1 الشوط الثاني 3-1 للوارث كبير الباش الشوط الاول ايجابي كابتن ستار الثاني ولا متوقع فريق الوارد يفوزون اللي ما يعطي توقع بحياته الاستاذ نهاد النعيمي الشوط الاول ايجابي الثاني انا بصراحه ما شفت جيت نهايه الشوط لا بس يعني اكو ارجحيه للوارث اكو ارجحيه دائما للوارث للوارث احتمال الكبير سيان كريم الشوط الاول ايجابي الشوط الثاني حبيب ابو علي ان شاء الله القريه 10 ان شاء الله يعني كابتن صالح الملكي الشوط الاول انتهى ايجابي الشوط الثاني والله اللعب للوارث اتوقع الوارث الكابتن احمد عبد الكريم الشوط الاول انتهى 1-1 الشوط الثاني والله الصراحه انا هسه جيت وما ادري اللعبه بس اتوقع الوارث افضل يعني فريق طوبته ما احلى يعني كابتن علاوي ابو علي شلون صحه الشوط الثاني والله اتوقع الفريق الوارث لان الفريق مبين منظم وامكانياتهم زينه كابتن نهاد الجماعه مو يم المباراه بس راح نسالهم السلام عليكم السلام الشوط الاول انتهى تعادل الثاني الشوط الثاني البس مايه البس مايه والله ما اتوقع قريه 10 الكبار بس اخوان كابتن عموري الشوط الاول انتهى ايجابي الشوط الثاني والله اتوقع الوارث اقرب لان لعبهم يعني حلو احلى من القريه 10 كابتن نهاد الكل اعطى النتيجه الوارث ماذا يقول نهاد السفاح النتيجه عادله ان شاء الله الثاني والاول التوفيق لكل الفريقين خلال هذه المباراه
التشكيله الشوط الثاني لفريق الورد، اللاعب وسام عوده لاعب نادي الخطوط سابقا ولعده انديه، مثل هذا اللاعب لاعب فريق عدنان خاطره حيدر لازم وسام خاطره جول الثاني لفريق الورد، الهدف الثاني لفريق الورد ايضا يسجل حيدر لازم، حيدر لازم ايضا صنع عدنان عبد الله، نعم صنع الهدف الاول والهدف الثاني في الشوط الاول قال له حبيب والى خارج الركله حلوه كان واو حلوه موسى حميده جول حطها الله حلوه حلوه تسديده حيدر لازم ممتازه لعدنان عدنان جول الله الله حيدا خطا حلو لاحمد نادي وسام يلعب الكره وخطره حكم المباراه تقول ما في حكم المباراه تقول هذا نصير خطره جول على الله عيد المباراه ممتازه بصير فوق يا عدنان عدنان عبد الله لاعب نادي الكهرباء السابق هذا حيدا لازم خطره جول الله حلو حلوة تسديد أبو عبد الله ينزل كامل مهدي لاعب سابق ومميز في عهد التسعينات هجمة لصالح فريق الوارد للمنتصف إلى عدنان عدنان يلعبها نصير شاكر رزاق محمود على جاسر تنقطع من أمام على رمية جانبية لصالح فريق وخطرة تنقطع من عدنان عدنان يقود هجمة سريعة لصالح فريق الوارث خطرة الهجمة اليمين بعد خطرة تنقطع الكرة تلعب الكرة عدنان الله حلوة تسديدة جميلة في بطاقة صفراء نعم حبيب موسى يتعرض بطاقة صفراء نصير يلعب الكرة إلى قيس صيع قيس تسديده حلوه والى خارج ارضيه الله كانت حلوه كره جميل. لازم حيدر بمواجهه المرمى جول 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 الله اكرم شاكر ينقذ المرمى من هدف ثالث محقق لفريق رياض الورد عدنان عبد الله عدنان خطره جول الله يا رب الله يا حيدر لازم حيدر لازم حكم المباراة تقول ما في شيء خطرة على نصير جول نصير شاكر عادل فريق ريا 10 في الدقائق الأخيرة من هذا اللقاء. وهذا اللقاء يعني المدرب كابتن جمعة يقول الحكام المباراة انتهى هذا اللقاء بالتعادل اللي جاب 2-2 الآن إلى ضربات